ده هدية. حلو؟ انت ما ينفعش تجيبي حاجة ما تعجبنيش. ده بقى ما يتقلقش من ايدك خالص، مفهوم؟ مالك حزينة على روحك كده ليه؟ ما اللي حصل حصل؟ مجدي حتة سمير انت معاك فلوس؟ انا عايز 5 جنيه وهديك حاجه بسيطه. خد ادي 10 جنيه ومش عايزه حاجه مني. اللي معايا ده انتي محتاجاه له على الاخر. بس انا مش عايزه حاجه. طب اتفرجي عليها الاول. يا عم والله ما عايزه حاجه، مش انت كلت وخدت فلوس؟ الله يرضى عليك سيبني في حالي. اسمعي بس، التوهه اللي انتي فيها دي علاجها معايا هنا. هديهولك ويهديك. ما قلتلك مش عايزه. ايه؟ ايه دي؟ ايه دي بقى؟ انا مش هسيبك، بس هي محتاجه لك اكتر مني. هي هتخاف عليك زي ما انا كنت بخاف عليك. هتبقى صاحبتك. يلا بقى ما تزعليش، ما تزعليش. يلا. ايه يا عم انت؟ ايه البتاعة دي؟ انت ما تخافيش، دي طيبة وشبهك. بصي هوريكي حاجة. شايفة؟ بتحب تتدرى في الألوان. فهمت أنا قصدي إيه؟ تتداري في الألوان أنت الأخرى. أي مكان تحطي فيه شوفي اللي حواليكي عايزين إيه. دول مش مهم اللي على هواكي، المهم اللي شبهه. فهمتي؟ لا ما تخافيش، دي طيبة، دي طيبة، تعلمي منها. ما تخافيش وخلي بالك منها. ها؟ خلي بالك منها. انت سايبها لي ليه؟ انت محتاجاها، محتاجاها قوي، ويا ريتك تتعلمي منها.
على فكرة أنا اسمي عبد. يسو يسو مام حبيبي عضتني. واتس رونج يا حبيبي؟ انت كويسة؟ نو no, I'm not كويسة. مش مبسوطة خالص من اللي عملناه مع سالي ده، وانت السبب على فكرة. استبقت مام، احنا كنا لازم نعمل كده. دي واحدة من بيئة واطية، ثم انتي حضرتك اديتيها فلوس، المفروض ان احنا نعمل ايه تاني بقى؟ مش عارف. I don't know. ماما الناس دي تصعب علينا اوكي، انما تعمل لنا مشاكل لا. تعالي معايا الجامع ماما، غيري جو كده وفرفشي، ايه رايك؟ لا مش عايز، روح انت بليز. لا لا بجد روح انت، I want to stay home. اوكي بابي. Thank you.